السلام عليكم، اش بان لكم؟ نوجدوا مع بعضياتنا واحد الصفه اللي كتوجد بفوره واحده ومعاها واحد السر باش تخليها تجي معلكه، واخا ديال الشعريه كتجي معلكه او ميم طون فارزه وما معجناش. يلا ندوزوا المقادير وطريقه التحضير باذن الله. فهذا هو شكل الصفه اللي غنحصلوا عليه في الاخير. الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لايك الفيديو واشتركوا بالقناه باش دائما توصلوا بكل جديد، وبارطاجيو الوصفه مع الاهل والاحباب لتعم الفائده، وهذا فضلا وليس امرا. شكرا لكم بزاف بزاف على التشجيعات ديالكم. ندوزوا لطريقه التحضير. هنا غادي ندوزوا المقادير وطريقه التحضير باذن الله. فغادي ناخذ 500 غرام هنا درت ديال الشعريه ديال الصفه، النوع الجيد انا خديت ديال العلبه، فممكن تاخذوا اي نوع كتبغيو، هذا هو النوع اللي كيعجبني انا وكنديرو في جميع انواع لاباط. فهنا خديت 500 غرام ديال الشعريه ديال الصفه، هنا كيف كتشوفوا كنحلها. من بعد غادي نضيف لها واحد نص كاس ديال زيت المائده، وغادي نبسسها مزيان 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 حتى يدخل ليا داك الزيت في دوك الشعيرات ديال الشعريه. فهاد الاثناء انا غادي نكون مجدة واحد الطنجره اللي فيها الماء غليان مزيان، يكون غالي من قبل يعني مغلى. غادي نضيف ليه الملحه بزايد باش تجيني شويه بنينه، ما تخافوش راه ما تجيش مالحه. من بعد غادي نضيف هذاك نص كاس زيت المائده اللي خليت من الكاس، وهي غليان هذاك الماء، غادي نضيف له هذيك 500 غرام ديال الشعريه اللي ملبسه كامله بالزيت. وغادي مجرد ما ندير الشعريه في الماء فغادي نبقى نحرك مزيان مزيان لمده جوج ديال الدقائق، يعني ملي نديروا الشعريه في الماء غليان نحسب ليها جوج دقائق لا اقل ولا اكثر البنات. فهذه يعني سر من اسرار النجاح هاد الصفه، باش ما تقولوش راه عجنات معكم ولا خسرات، ما تفوتوش جوج دقائق. من بعد ما كتوصل ليا جوج دقائق فغادي نصفيها كامله من هذاك الماء الغليان، وغادي نديرها في كسكاس ونصفيها كامله كيف كتشوفوا. من بعد غادي نخوي عليها الماء يكون بارد، من بعد غادي نخوي عليها الماء بارد ونخليها كتصفى مزيان حتى تنشف ليا من هذاك الماء كامل. هنا كيف كتشوفوا ضفت لها داك الماء بارد صافي، وغادي نخليها دابا تصفى مزيان حتى وكانت تنشف ليا، وغادي نكملوا حتى تم التحضير باذن الله. دابا غادي ناخذ طنجره لان هاد الصفه غادي نديرها مدفونه بتقطعات ديال اللحم. فغادي ناخذ واحد الكوكوط وغادي ندير فيها، هنا درت 4 ديال البصلات اللي مشلضين، وهنا راني مشلضاهم في هذيك الماكينه ديال طوغيسه البنات، صدقات ليا غزاله بزاف بزاف. فهنا درت البصله، من بعد غادي نضيف لها دوك التقطعات ديالي ديال اللحم، درت 500 غرام ديال التقطعات ديال اللحم يعني ديال لي بغوشيت، وغادي نضيف لها العطريه كالتالي. فغادي نضيف معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي مع معلقه صغيره ديال نص معلقه صغيره ديال القرفه، ونص معلقه صغيره ديال البزار، نص معلقه صغيره ديال سكنجبير، وواحد الراس المعلقه ديال المروزيه ديال اللحم مع راس المعلقه ديال السمن، وغادي نضيف الزعفران شعره، وواحد ربع كاس ديال زيت المائده. هاد المكونات كلها غادي نديرها مع اللحم البنات، وغادي نروي بكاس عنبه ديال الماء هاد المكونات ديالي كامله. من بعد غادي نسد الطنجره، غنحرك هذوك المكونات مع بعضياتها، وغادي نسد الطنجره ديالي وغادي نديرها كطيب حتى تعقر ليا المريقه وتدغمر. هاد الوصفه البنات انا ما كنضيفش ما كنقليها ما والو، مباشره كندير كاس ديال الماء وكنسد الكوكوط ديالي وكنديرو يطيب على عافيه مهيله حتى وكان يطيب ليا ويدغمر ويتعقر. الا حليتو الكوكوط ولقيتو باقي فيه المريقه فغادي نتعريو الكوكوط وغادي تخليه يتشحر ويشرب مزيان حتى يتعقر. هذا هو الطريقه ديال الدغميره ديال اللحم ديالنا. غادي ندير اللحم ديالي كيطيب، ومن بعد غادي ندوز للصفه ديالي، وهنا غادي ندير الخلطه العجيبه اللي قلت لكم اللي كتخلي ليا الصفه تجي معلكه، وكل شيء كنديرو في مره واحده. هنا مجرد ما غيطيب ليا اللحم البنات غنرمي اللحم، غادي ندوزو نوجدو الخلطه ديالنا العجيبه اللي غنسقي بها الصفه ديالي. كيف قلت لكم هاد الصفه راه كدار بفوره واحده،
هنا السفه ديالي نشفات من داك المويه بارده اللي درت، فغادي غادي نسرحها في واحد القصريه وغادي نخليها مازال تزيد تنشف ليا. وسمحوا لي البنات اول مره كنركب الصوت، نتمنى هكا ما يزعجكم لا صوت الديك ولا الفرارج ولا الدجاج ولا والو. فالمهم غادي نخلي هنا الشعريه ديالي كتنشف وغادي ندوزو نوجدو الخلطه. هانتو شوفوا راه مفارزه البنات، ما تفوتوش جوج دقائق. غتقولوا لي ام العربي فيك الهضره بزاف مي، والله الا كنبغي نوصل المعلومه ديالي. دابا غادي نجيو للسر العجيب ديالي اولا الخلطه العجيبه اللي كندير انا سواء في السفات السميد ولا في السفات الشعريه. فغادي ناخذ كاس عنبه ديال الحليب وغادي نضيف ليه جوج معالق ديال الزبده، والزبده تكون من النوعيه الممتازه، وغادي ندير معاها راس معلقه ديال السمن، وغنضيف ثلاثه المعالق ديال السكر، والسكر راه كيبقى على حساب الحلاوه ديال كل سيده. غادي ندير هاد الخلطه ديالي فوق النار حتى يذوب ليا داك السكر والزبده مع الحليب. هنا ها هما دابوا، من بعد غادي نخليهم حتى يدفى، ما نديروش وهو طايب فوق الشعريه، غادي نخليه حتى يدفى. هنا راه دفى ليا والشعريه نشفات، فغادي نضيف ليها الخلطه ديالي صافي، وغادي نحاول نمزجهم مع بعضياتهم مزيان. وكي كتشوفوا الشعريه ديالنا راها ما معجنه ما والو. غادي نخلطها مزيان وغادي نسرحها في القصريه وغادي نخليها حتى تنشف ليا مزيان مزيان صافي. ومن بعد غادي ندير ليها فوره، هاد الفوره ما كنخليش يفور بزاف، فمجرد بحال غادي غير نسخن الشعريه ديالي. هنا ها هي نشفات، شوفوا كي كتبقى مفارزه وزوينه بزاف وما معجناش كيف كنقول لكم. ها انتم غادي نديرها في الكسكاس وغادي نديرها تطلع عليها الفوره. شغنقول لكم الفوره ما كنبقاوش نفوروا فيها، مجرد نقيس يدي الشعريه سخنات فصافي غادي نزولها ونكملوا تتم التحضير مع بعضياتنا. هنا كيف كتشوفوا الشعريه ديالي راها سخنات، ها هي. فدابا غادي نديرها في قصريه، غادي نحلها وغادي نبدا نشكل الطبق النهائي ديالنا، يعني نديرها في طبق التقديم. هنا كنحلها وكتبان لكم الشعريه راها مفارزه ما معجنه البنات ما والو، وكتجي بنينه بديك الخلطه اللي درنا، مذاق السمن مع الحلاوه مع الزبده والحليب رائع بزاف البنات، ما شهيتكم فيها، نبغيكم تجربوا هذه الطريقه وتردوا عليا الخبر. هنا من بعد ما حليت السفه ديالي وهي مازال سخونه غادي نديرها في القصريه ولا في طبق التقديم اللي غنقدم. فغادي ندير التفريشه الاولى ديال الشعريه، ومن بعد انا انتوا غتشوفوا اللحم كي كيجي مدغمر ومجمر، ما دايره فيه والو غير هذوك المكونات، ولكن راه ما تقليوهش وراه كيجي غزال بزاف. هانتوما غتشوفوا معايا، فانا كنحاول نقاد التفريشه الاولى ديال الشعريه. هنا غادي ندير الحيمات، هانتوا شوفوا كي كيجيو مجمرين. غادي ندير طبقه ديال اللحم المدغمر اللي طيبناه، عرفتوا مع داك السمينه والزعفران شعره، فكتجي غزاله بزاف وبنينه البنات صافي. وغادي ندير عاوتاني تفريشه اخرى ديال الشعريه ديال السفه من الفوق، وتزين راه كيبقى البنات على حسب الذوق ديال كل سيده واللي عندها في الدار، يعني ديروا فواكه جافه، ديروا النوكا، ديروا اللوز غير مهرمش، ممكن غير السكر كلاصي والقرفه بالطريقه التقليديه البلديه وشويه ديال اللوز مقلي وكاك صحيح ولا مهرمش اللي كتفضلوا البنات. المهم انا اللي كنبغي نقدم معكم هو لاباس ديال الوصفه والاسرار اللي كندير في البيت ديالي. فهذا هاد الشعريه هي اللي وليت كندير، فكتوجد في رمشه العين، حتى ولو ما تكونش مدفونه الطريقه راه ديال الشعريه ممكن تقدموها غير هكاك بوحدها صافي. غادي نقادها انتو كي كتشوفوا، وشوفوا الشعريه كي كتبقى مفارزه البنات، يعني الحبه على الحبه ما كاين لا تكتلات لا معجنه لا والو صافي. غادي ناخذ واحد شويه ديال اللحم راني خليته، غادي نديرو الفوق، وغادي نبدا نطراسي بالقرفه، سكر كلاصي واللوز مقلي ومهرمش، كاين مقلي ومهرمش
وحتى صحيح اللي بغيتو. صافي هنا غندير شويه ديال القرفه ونكملوا تتم التحضير. الزينه البنات على حساب الرغبه ديال كل سيده. وهذا هو الشكل النهائي ديالنا ديال السفه اللي وجدت معكم اليوم. فانا درت شويه ديال البيض مسلوق، البرقوق اللي معسل، ودرت معاه شويه ديال القرقاع وشويه ديال اللوز مقلي. وهذا هو الطبق ديالنا، فجات لذيذه بزاف ما تشبعوش منها. الوليدات ديالي كلشي عجباتهم في الدار، وبيني وبينكم هذه الطريقه المفضله عندي وحتى السر اللي قلت لكم.